اعتقلت الشرطة الأمريكية العشرات من المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية في جامعتي نيويورك وييل مع استمرار تصاعد التوترات في جامعات أمريكية أخرى بسبب الحرب في غزة. وظهرت مخيمات المتظاهرين في الجامعات في الوقت الذي حولت هذه الجامعات محاضراتها إلى افتراضية في مسعى من قبل المسؤولين لوقف المظاهرات والاحتجاجات المنتشرة، في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات الأمريكية المختلفة حالة من الجدل والنقاشات المكثفة بين الطلاب والعاملين منذ بداية الحرب في غزة قبل نحو 6 أشهر. من جانب آخر، علقت جامعة كولومبيا الأمريكية المحاضرات الحضورية في الوقت الذي عبرت فيه رئيسة الجامعة في مذكرة موجهة إلى الطلبة عن حزنها العميق لما يحدث في الحرم الجامعي، معلنة بأن تكون جميع الفصول الدراسية افتراضية، ومؤكدة أنها ستتعاون خلال الأيام المقبلة مع مجموعة عمل من العمداء ومديري الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لإيجاد حل للأزمة. ينضم إلينا من أبها الباحث في الإعلام والشأن الأمريكي الدكتور أحمد القرني. أهلا بك دكتور أحمد. هذه الاحتجاجات المستمرة منذ فترة في الجامعات الأمريكية وتمددها، إلى ماذا يشير برأيك على صعيد دعم القضية الفلسطينية وسن هؤلاء ومن يحق لهم الانتخاب مستقبلا؟ مرحبا بك مفرح، مرحبا بالسادة المشاهدين جميعا. ما يحدث حاليا في الجامعات الأمريكية هو صدع وانعكاس لما يحدث في مساحات أخرى على مستوى المجتمع الأمريكي، ويعود إلى عدة أسباب أو إلى عدة مؤشرات مهمة. الأول أن هناك جيل جديد اليوم يصنعه التيار اليساري أو ما يسمى بالتيار الليبرالي الجديد، الذي يخلق مساحة كبيرة في ما يسمى بمساحات الحرية بعيداً عن بعض التقاليد، بعيداً عن الأيديولوجيات المحافظة سواء كانت محسوبة على الحزب الديمقراطي التقليدي أو أي توجهات محافظة أخرى. الجانب الثاني، أيضا يشير هذا الأمر إلى أن هناك مجموعة من التشكلات الجديدة التي لا تخضعها أنظمة الأكاديمية، لا تخضعها التنشئة السياسية التقليدية، لا تنشئها أيضا طريقة البيت الأمريكي أو الأسرة الأمريكية التي هي الحلقة الأساسية في إخراج هذا الجيل الذي يتغير اليوم. أيضا يعطي هذا مؤشر إلى أمر آخر، وهو أن هناك انفصام كبير جدا ما بين الإدارة الأمريكية سواء كانت إدارة محافظة أو كانت إدارة ديمقراطية كما هو الحال، وبين الأجيال الجديدة، من يتابع القرار الرسمي الأمريكي سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى يعني مناخاتها الأخرى سواء كانت على وسائل الإعلام وغيره، يرى أن هناك انفصام كبير وهناك فجوة كبيرة بين ما تمليه الإدارة الأمريكية الحالية وبين الأجيال الجديدة، وهذا من أحد الأسباب التي تجعل الإدارة الأمريكية من وقت آخر أمام حالة حرجة فيما يتعلق ما يحدث الآن في الحرب على إسرائيل. نجد ذلك اليوم الرئيس بايدن نراه اليوم ومؤيدا أو مدافعا أو متباهيا مع إسرائيل، لكن نتفاجأ في اليوم الغد أن يكون هناك موقف أكثر حزم فيما يتعلق أيضا بالحرب الوحشية التي تعيشها اليوم غزة. واحدة من الأسباب الأساسية التي تجعل القرار الأمريكي مضطرب هو ما يحدث في الشوارع الأمريكية تحديدا من هذه الفئة الشابة المتمردة على الأصول أو ما المتمردة على التقليد السياسي الأمريكي. طيب، طلاب هارفارد، معهد ماساتشوستس، أيضا كولومبيا، جامعة نيويورك، ييل وغيرها، يعني هؤلاء غدا سيعملون أو جزء منهم سيعمل في الوظائف السياسية ويصبحون فاعلين ربما حتى في الكونغرس، لكن هل تعتقد بأن هذا الاهتمام والدعم للقضية الفلسطينية سيستمر معهم أم أنها ستتغير المواقف؟ يعني في النهاية سينسون هذا الأمر لأنه ليس هناك حرب في وقتهم، وبالتالي تطوى هذه الصفحة أم تبقى معهم؟ أنفرح، ما يحدث في الجامعات الأمريكية هو انعكاس على الماكينة السياسية الحزبية الأيديولوجية بصورة عامة. من يتابع الشارع الأمريكي تحديدا مرة أخرى الشارع الليبرالي من خلال العقد الأخير الماضي يدرك أن هناك تقلبات سياسية عالية جدا. إذا رجعنا إلى الحزب الديمقراطي الذي هو يحمل اليوم لواء السياسة الرسمية الأمريكية، فهناك اليوم تراجع معدل الديمقراطية أو
الأيديولوجية الديمقراطية التقليدية على مستوى الحزب إلى أقل من 35%. هذا مؤشر يعطيك ماذا؟ يعطيك أنه ربما هناك توجهات سياسية جديدة ستكون هي الأغلب أو الأعمق من التوجه الديمقراطي التقليدي. هذا أيضا يعطيك توجه إلى يمكن الحزب الحالي ويتفتت. وإذا أردنا أن نشخص الكونغرس وهو الصوت، أو دعنا أقول لك يبين ما هي الكتل السياسية الراسخة في الشارع الأمريكي، فنجد الحزب الديمقراطي هو حزب تقليدي وحزب نيوليبرالي وليبرالي جديد وحزب يساري. وبالتالي حينما نرى اليوم الرئيس بايدن حينما يريد أن يمرر بعض التشريعات، فهو أول توجه أو أول تحدي يواجهه ليس الحزب الجمهوري، الخصم السياسي، بل هو حزبه بالمقام الأول. هناك تفتيت في الماكينة الديمقراطية التقليدية. هذا جانب. الجانب الآخر مفرح، لا يمكن أن نحيد الجامعات. الجامعات هي صانعة الثورة، هي صانعة التمردات، خاصة في المجتمعات الحرة والديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية. الحزب اليساري هو بدأ شعبيا ومجتمعيا من قاعات الجامعات لعدة أسباب. وإذا أردنا نفرح، إذا ركزنا على الجامعات الحالية سواء في شرق أمريكا في نيويورك أو في غربه، فكل الجامعات التي يحدث فيها اليوم حراك ضد السياسة الأمريكية ودعم القضية الفلسطينية هي تحصل في ولايات لا أقول ديمقراطية فحسب، بل ولايات يغلبها النزعة الديمقراطية النزعة الليبرالية اليسارية. هذا أيضا يعطي إلى أن هناك تشكلات جديدة على مستوى هذه الجامعات. بعد آخر وهو أن هؤلاء المتمردون، إذا صح التوصيف، أو المتظاهرون أو الداعمون القضية الفلسطينية، هم فئة الشباب. والشباب في هذا السن، إذا أخذنا قياسا نفرح التوجهات الليبرالية الأخرى كقضايا الشذوذ الأخلاقي مع فرق التشبيه وفرق ما بين القضية الفلسطينية وما قضايا الشذوذ الأخلاقي، لكن نرى بأن حركات التحرر دائما في المجتمع الأمريكي تبدأ من هذه البيئات، نظرا لأن أنظمة الجامعات الأمريكية هي تسمح بهذا. أيضا هناك سرعة انفعال أو سرعة تفاعل مع القضايا التي تراها هنا وهناك. الأمر الثالث هو المناخ الأكاديمي أو العلمي الذي يتيح مثل هؤلاء، سواء على مستوى طلبة دوليين موجودين في هذه الجامعات أو على مستوى بعض أساتذتهم الذي لا يخضع لأنظمة ما تمليها قضية الولاية أو القضايا الفيدرالية، بل يتخضعه النظام الجامعي الذي يجد نفسه في هذه الجامعات التي هي في مناخات أوسع، فيه مزيد من الحرية في مساحات العمل والحركة والعطاء. وإذا أردنا مرة أخرى أن نرجع أو نشخص كل حركات التمرد السياسي، كل القيادات بما فيهم بعض الرؤساء الأمريكي، هم خرجوا من بطون هذه الجامعات. طيب يعني هل تعتقد بأنه كان حراك منفرد من الطلاب أم أنه جمعيات؟ لأنه كولومبيا، جامعة كولومبيا تحديدا، نعم، علقت عمل جمعيتين طلابيتين، طلاب من أجل العدالة في فلسطين وأخرى الصوت اليهودي من أجل السلام. فإلى أي مدى تعتقد بأنه الحراك حزبي أو يتبع لجمعية أو منفرد؟ نعم، هناك مستويان فرح في مثل هذا الحراك. المستوى الأول مستوى التنظيمي جزما، لا يمكن يكون حراك بهذا التشعب وبهذه القوة وبهذا التأثير. لأول مرة بالمناسبة في العقود الأخيرة يحدث هذا في الجامعات الأمريكية، يعني هناك صدام مباشر ما بين قيادات الجامعة الرسمية وبين الطلاب. وبالتالي هناك مستوى تنظيمي، هذا المستوى تغذيه جمعيات داخل هذه الجامعات، تغذيه أيضا جمعيات خارج نطاق هذه الجامعات. جزما هناك لوبيات سياسية، ليس بالضرورة أن تكون قضية فلسطينية قضيتها الأساسية، ولكن هناك أيضا اعتبارات ضد الإدارة الأمريكية الحالية الرسمية التي تأخذ منزعا مجاملا أو داعما إلى حد ما مع الجانب الإسرائيلي. المستوى الآخر هو المستوى الشعبي، المستوى العاطفي، المستوى الوجداني، الذي يتفاعل مع قضية الألم أحيانا، مع الصورة المؤلمة، مع الجرح، مع القتل، مع قضايا الأطفال التي تراها في الشاشات. جزما هناك أيضا تعاطف كبير على مستوى الشارع الأمريكي في الوقت الذي نرى فيه بأن الأداة الإعلامية الرسمية التقليدية الأمريكية هي في تراجع على مستوى التأثير، نعم، على مستوى صناعة التوجهات. ولمسنا هذا كثيرا في الانتخابات الرئاسية الماضية والأحداث السياسية التي سبقت الانتخابات وأيضا يعني خلفتها حتى الآن. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور أحمد القرني، سأعود إليك، لكن مشاهدينا، تضج جامعات أمريكية بمشهد الاحتجاجات العارمة التي حذرت منظمات إنسانية من تنشيطها لجرائم الكراهية ضد العرب والمسلمين واليهود. زميلنا محمد السلمي يأخذنا إلى داخل هذا المشهد.
لم يعد التعليم بمعزل عن الإيديولوجيات التي يدعمها كبار ممولي الجامعات الأمريكية، وذلك بعدما أظهرته الأحداث في جامعة هارفارد نهاية العام الماضي نتيجة توقيع وثيقة من قبل مجموعة من الطلاب والأساتذة تطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، وأثارت حينها غضب أكبر الداعمين اليهود للجامعة، ودفعتهم لمحاولة عزل أول رئيس أسود للجامعة التي كانت تسعى حينها للتواصل مع جميع العرقيات والإيديولوجيات، وذلك ما يخالف توجه الداعمين. حدث هارفارد لم يكن سوى البداية، إذ تجددت هذا الأسبوع التوترات في الجامعة الأمريكية على خلفية الصراع في غزة، وتصادمت دعوات الطلاب المتضامنين مع القضية الفلسطينية مع السياسات الأكاديمية لمؤسساتهم، حيث تم اعتقال أكثر من 100 طالب متظاهر في جامعة كولومبيا و45 في جامعة ييل، وذلك بسبب مطالباتهم بإنهاء الانتهاكات الإسرائيلية. فمسؤولو الجامعة برروا الاعتقالات بالتعدي على ممتلكات المؤسسات التعليمية والتصاعد في خطاب معاداة السامية، بينما يرى مجموعة من الخبراء أن هذه الاعتقالات تظهر الضغوط الكبيرة على الجامعات ومحاولتها تطبيق مبادئ حرية التعبير دون خسارة الدعم المالي. محاولة التوفيق بين حقوق حرية التعبير للطلبة المتظاهرين وحقوق الطلاب اليهود في أن يكونوا في بيئة خالية من التمييز والمضايقات كانت التحدي الرئيسي في حرمنا الجامعي والعديد من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد. الاحتجاجات بدأت بعد إقامة مخيم تضامن مع غزة في جامعة كولومبيا، امتدت بعد ذلك لتشمل جامعات عدة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتظهر هذه الأحداث تغيراً في النظرة السائدة في المجتمع الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية خاصة في الأوساط الطلابية، إذ أظهر آخر استطلاعات الرأي أن 46% من الشباب الأمريكي يميل أكثر لانتقاد الأساليب الإسرائيلية ومبالغتها في الرد على هجوم 7 أكتوبر. مع تجدد الاحتجاجات والاعتقالات في الجامعات الأمريكية، يتضح أن العدوان على غزة لم يعد مسألة حدودها تناقضات البيت الأبيض وازدواجية معايير الكونغرس، فالوعي السياسي والتضامن الطلابي قد يعيد تشكيل المواقف الأمريكية تجاه القضايا وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. للإخبارية محمد السلامي، واشنطن. أعود إليك مجددا دكتور أحمد القرني من أبها. النيويورك تايمز تحذر من أنه الحزب الديمقراطي قد يواجه يعني تبعات هذه الاحتجاجات بتعطيل مؤتمرهم العام المقرر في الصيف، على غرار ما حصل في العام 1968 عندما علق المؤتمر الوطني في شيكاغو نتيجة يعني احتجاجات وعنف بين الشرطة والمتظاهرين. هل تعتقد بأن يصل الحزب إلى هذه المرحلة؟ نعم، من المتتبع فرح إلى التقلبات الديمغرافية التي يعيشها الحزب الديمقراطي خلال السنوات الماضية ويدرك أن هناك تغيرات جذرية على مستوى سياسات وعلى مستوى إيديولوجية هذا الحزب. لأول مرة فرح منذ عقود على مستوى التوجه الرسمي الأمريكي، هناك من يبكي داخل قبة الكونغرس من أجل فلسطين. هذا يعطيك مؤشر أن هناك انفتاح واسع جدا. حينما نرى اليوم ميادين التمرد، ميادين التحرر في واشنطن وفي غيرها، نجد هناك في ميادين واشنطن أكثر من 1,000,000 متظاهر ضد السياسات الإسرائيلية ضد فلسطين وضد غزة تحديدا. هذا الامتداد هو امتداد تاريخي، امتداد طبيعي يحدث اليوم داخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي لا نستغرب ولا نتفاجأ إذا كان هناك موقف أكثر حزم سواء على مستوى القواعد السياسية الاجتماعية المجتمعية أو على مستوى الحركات التغيير سواء في الجامعات وغيرها، أن يكون هناك موقف صارم من بعض النخب السياسية فيما يتعلق بالتواطؤ أو فيما يتعلق بالتماهي بما يحدث اليوم في غزة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هناك كدوائر الصدى هي موجودة على مستوى العالم ليس فقط على أمريكا في فداحة ما يحدث في فلسطين. الجانب الآخر نفرح ما يحدث اليوم أيضا في المجتمع الأمريكي في هذا السياق، أن هناك دعنا نقول تمرد على الخلفية الدينية. هناك اليوم مجتمع كبير في الشارع الأمريكي هو مجتمع لاديني، وليس بالضرورة أن يكون ملحدا، وإذا قلنا لاديني معناه أن المعلومة أن الشارع
أن الجامعة أحيانا هي من يعطي هذا التوجه، وبالتالي القواعد الرسمية الحزبية سواء بحزب الديمقراطي وغيره تدرك أن هناك تغيرات وأن هناك أدوات لتشكيل هذا المجتمع، وعليه لابد أن يكون يؤخذ في الاعتبار. جزما أيضا هذه التحذيرات سواء على مستوى قيادة الحزب وغيره أيضا تأخذ هذا الموضوع في منحى انتخابي بحث، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، في الوقت الذي يتملك القرار الأمريكي فيما يتعلق بإسرائيل منذ الأزل هو أيضا لا تملكه القاعدة الشعبية بقدر ما تملكه أيضا القواعد الأخرى سواء على مستوى الاقتصاد أو غيره. ما يحدث من اصطفاف صارخ من بعض قيادات الجامعات الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جزما لو سألت هذا الشخص بتجرد لوجدته ينحاز إلى ضميره، ليس بالضرورة على مكتمل تكوينه المعرفي، لكنه أيضا هو يرى أن هناك حسابات اقتصادية، يرى أن هناك حسابات إدارية تتعلق بدعم أو بقوة هذه الجامعة أو تلك. هذه طيب. كلها تأخذ في الاعتبارات أمام الناخب الأمريكي قبل أن تكون قبل من يملك القرار الحزبي الأمريكي. سأعود إلى استفادة ترامب من هذا من هذه الفوضى الحاصلة، لكن تأثيره على دعم قضايا القضية الفلسطينية تحديدا، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه تدخل الولايات المتحدة المتصاعد بدأ في عام 1960 في حرب فيتنام، ولكن التأثير الذي حصل يعني بإلغاء المؤتمر كان في 1968، استغرق الأمر 8 سنوات تقريبا حتى نصل إلى تأثير فاعل ربما من خلال هذه الاحتجاجات. هل تعتقد بأنه سيكون التأثير أسرع هذه المرة لأنه هناك وسائط متعددة والصورة تنتقل بشكل أكبر وحتى المعلومة؟ هذا وارد. مفرح ما يحدث في أمريكا اليوم هو المتتبع لمعادلة التاريخ ويصير بهذا الاتجاه، أو التاريخ هو أظنه خير معلم لما يحدث اليوم وما يحدث يعني غدا. وفي الوقت نفسه هناك أيضا كما تفضلت هناك دواعم أو هناك مؤثرات تجعل هذا الحراك أكثر تفاعلا وأكثر مفاجأة أحيانا. الجانب الأول، هناك تغير عرقي على مستوى المجتمع الأمريكي. إذا أردنا بما أننا نتحدث عن قضية الفلسطينية، فعدد المسلمين أو عدد المهاجرين هو في اصطفاف. وبالمناسبة حينما نتحدث عن المجتمع الأمريكي وتأثيره على القرار الانتخابي الأمريكي، فنحن نتحدث من القمة الأول على الخلفية الاجتماعية والعرقية التي تحرك هذا الناخب أي إن كان توجهه أي إن كانت ديانته. لكن أن تكون مهاجرا أو من أصل مهاجر جزما أن لك امتداد عرقي أو لك امتداد تاريخي معين، وبالتالي ليس بالضرورة أن نجد العربي أو المسلم هو الموجود اليوم في ساحات التمرد في الجامعات الأمريكية وغيره، بل سنجد من أصله لاتيني ومن أصله هندي ومن أصله أفريكان أمريكان، لأن هؤلاء كما يرون أن تجمعهم وحدة التضييق أو وحدة التمييز من العرق الأخرى. الجانب الثاني جزما كما تفضلت، هناك أيضا الماكينة الإعلامية اليوم هي تفقد وقوتها وتفقد وهجها كما كانت في السنوات الماضية. اليوم صانع المحتوى الإعلامي أو صانع الرسالة الإعلامية أو صانع القضية الإعلامية واليوم بإمكانه أن يتعامل مع هذا الشيء من خلال غرفة نومه في بيته، وهناك من يصفق، هناك من يتأمل، وهناك من ينتظر، وأيضا هناك من يتطوع للدعم في صناعة هذا يعني التأثير. الجانب الثالث هو أيضا كما أشرت قبل قليل أنه التكوين السياسي المعرفي هنا هو أيضا تكوين متغير. كان هناك قواعد تقليدية في صناعة هذا الجيل الشاب، حينما نرى مثلا باراك أوباما مثلا الذي خرج من أتون هذه الجامعات، هو خرج بتنشئة سياسية تقليدية، لكن اليوم هذا المجتمع هو عصي على هذه التنشئة التقليدية، حتى لو كانت هذه الجامعة وتلك هي من أمات التوجهات السياسية لحزب الديمقراطي أو غيره. وبالتالي أيضا المناخ الاجتماعي في مثل هذه المساحات هو أيضا مناخ متغير يجعل هذه الجامعات أمام انفتاح آخر، وبالتالي أمام كل هذه الأجيال أمام تكوين جديد. نفرح يعني في هذا السياق حينما نأخذ مثلا الطلاب المبتعثين كمثال، الطالب السعودي له الحق أن ينشئ منظمة طلابية في أي جامعة كانت، بأي توجه كان، بأي خلفية كانت، بأي نشاط كان، وهو طالب سعودي. إذا قلنا سعودي فهناك خلفيات معينة، خلفيات تنظيمية أو خلفيات نمطية عن هذا الطالب، لكنه قادر بالنظام بالتنظيم الحالي الذي ترعاه المجتمع الجامعات الأمريكية، هو قادر، فما بالك في طلبة أمريكيين. لكن ما هو حدود الالتزام بالسياسة الجامعية؟ إلى أي مدى تعتقد بأنه الآن هؤلاء سيكونون عاملا مؤثرا في الانتخابات القادمة، أم أنه ما يهم في النهاية هو أمر الوظائف
والاقتصاد، وهو ما سيتأثرون به بشكل كبير حتى وإن حاول ترامب استغلال هذه الفوضى انتخابيا. أي حركة معارضة في الكون مفرح لا تجمعها قضية واحدة إلا قضية واحدة، هو قضية الرفض لهذا التوجه السياسي. مرة أخرى تحركني أنا كمتمرد أو رافض هذه السياسة قضية الأساسية كأصل عربي مثلا، هناك الآخر يرى بأن قضية الأساسية هو ضرب العرق الأبيض المهيمن، هناك طالب آخر أو ناشط آخر تحركه قضية مالية كما تفضلت. كل هذه القضايا ستجد مثل هذه المجموعات غدا في قضية أخرى ترفض التكتل السياسي التقليدي الذي يرى هؤلاء مهيمنا على المناخ أو على القرار الأمريكي سواء الداخل الخارجي، بقضية أخرى بوجه أخرى بتفاعل آخر، وبالتالي حركتهم قضية المعارضة. لكن خلفية هذا التعارض الذي بني عليه هذا القرار أو هذا التوجه جزما أنه متباين من شخص لآخر بناء على خلفية الاجتماعية والعرقية، بناء على طريقة تنشئته، بناء على أي مسار آخر تجعله خصما أمام هذا التوجه السياسي العام. الجمهوريون هل يختلفون في تعاطيهم مع الإسرائيليين؟ يعني ترامب كان من أكبر الداعمين ونعرف ما حصل في أيام ولايته، وبالتالي حتى وإن كان هذا الحراك موجودا إلا أنه يضع ضغطا آخر حتى على الجمهوريين، يعني في النهاية هم لا يريدون مثل هذا التعاطف مع القضية الفلسطينية، والناخب الجمهوري لن يلتفت ربما لكل هذا الدعم والمظاهرات. مفرح، أولا ما يحدث حاليا في الجامعات الأمريكية مرة أخرى هي في جامعات ليبرالية موجودة في ولاية ديمقراطية، سواء فيما يتعلق بالشرق الأمريكي في نيويورك أو في نورث كارولينا أو في كاليفورنيا في أقصى الغرب، وبالتالي الذي يحدث اليوم داخل قبعة الجامعة هو امتداد لما يحدث في الولاية. الجانب الآخر، بما نتحدثنا عن ترامب والجمهوريين، هذا الحراك اللي صاير اليوم في الجامعات الأمريكية ترى شبيه صار موجود أيام أحداث 6 يناير اقتحام الكونغرس، صار أيام بعد كورونا، صار ولكنها بنسب أقل. وبالتالي حينما ترى ارتدادات هذا السياق التاريخي الذي يحدث في الجامعات الأمريكية أو تحديدا في فئة هؤلاء الشباب، هو ترى سياق ممتد يكبر بكبر القضية ويصغر بصور أهمية أولويات هذه القضية. الجانب الآخر مفرح، جزما اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أشعل بعض هؤلاء وليس كلهم، هناك القضية الأساسية أحيانا تحرك مثل هؤلاء، لكن أيضا هناك كما تفضلت قبل قليل في سؤالك أن هناك جهات تحاول أن تنمي الانتقام الانتخابي أو الانتقام السياسي مع اقتراب انتخابات يعني نوفمبر. ولو كان ترامب أو الجمهوري اليوم موجود على في سدة البيت الأبيض لوجدت الحراك مثل هذا وربما أشد. نحن نذكر هنا أن الحراك الذي يحدث اليوم مع دعني أقول دغدغت البيت الأبيض الحالي لمشاعر هؤلاء بالضغط على حكومة نتنياهو أحيانا بالتعاطف مع المدنيين مع كذا، لكن هذا لا يفسد أن هناك توجها عاما وهو الدعم ولو بصورة بسياسة غض الطرف عن ما يحدث اليوم من إسرائيل لأمريكا لغزة عفوا. لو كان ترامب اليوم والحزب الجمهوري على رأس هذه السياسات، أتوقع أن هذا الانعكاس الذي يحدث اليوم في الجامعات الأمريكية هو سيمتد أيضا للشارع، كما رأينا العراك الذي حصل في فرجينيا قبل 4 سنوات حينما قتل بعض هؤلاء لأنهم رفضوا هيمنة العرق الأبيض، ورأينا أيضا كما حصل من كان هناك حمل سلاح طبعا في الحزب الجمهوري، نعم انتشار السلاح بشكل كبير. لكن هل المشهد السياسي في الولايات المتحدة مرشح للتغير؟ ليس مع هذه الأحداث فقط، ولكن لأنه هذه الفئة الشابة أصبحت تخجل من الإرث الأمريكي أو التعامل الأمريكي مع قضايا العالم، وبالتالي يعني هل سيتغير الساسة ونظرتهم أم أنه سيفعل الساسة ما يريدون وليقل المحتجون دائما ما يريدون؟ أنت تذكرني بهذا السؤال مقالا قديما للعمري تشومكسي الكاتب والفيلسوف اليهودي الذي قال في مقالة سابقة قبل تقريبا 3 سنوات حينما أورد بأن كل ما في أمريكا يتغير إلا الساسة التقليديون وإلا الساسة التقليديين، وهو كأنه هنا يورد بأن معادلة التاريخ أو معادلة الزمن تاريخ الاجتماعي لكل المجتمعات وليس فما بالك الولايات المتحدة هذا المجتمع الحر الذي لا يقيده الشيء تقريبا
يعني كل العالم جالس يتغير، فما بالك في هذا، في هذه البقعة التي تنظر أو توجه مستقبل العالم يعني الحر. جزما ما يحدث اليوم نفرح هو انعكاس لعدة متغيرات هي تحدث يعني من وقت لآخر. من يرى يعني هذه التغيرات هي جزما هي انعكاس لآخر، حتى من في ذلك الأحزاب المحافظة الجمهورية منها اليوم أقل ما فيها يعني هي تلتزم الصمت فيما يحدث حاليا. وأنا هنا نتكلم عن الحركات التي تحمل بعدا أيديولوجيا كحركة الأولاد الفخورين أو غيرهم أو KKK أو غيرهم التي تحمل بعدا انتقاميا وعدائيا معين. نيويورك، إذا تحدثنا عن نيويورك مفرح، فنحن نتحدث عن المنطقة أو المكان الذي هو أكبر تجمع ليهود العالم فيه بعد إسرائيل، ومع ذلك ما يصير اليوم هو في هذا المكان. بوستن هي نقطة البقعة الكبيرة للنخب اليهودية حول العالم، حيث جامعة هارفارد وجامعة بوستن، ومع ذلك هذا الحراك هو يحدث بين أوساط هؤلاء. شكرا جزيلا لك الباحث في الإعلام والشأن الأمريكي دكتور أحمد القرني.